تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. ما هو الدور الاجتماعي للمعلمين لحماية صحة وسلامة الطلاب حتى خارج المدرسة؟ سنتعرف على جانب آخر لهذه المهنة. غرامة بمبلغ $800 تفرض على أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من السمنة في بورتوريكو، المنطقة التي معدل السمنة عند الأطفال فيها حوالي 30%. مشروع راديكالي كهذا هل سينجح؟ في بورتوريكو 30% من الأطفال يعانون من السمنة. بعض المعلمين يحاولون معالجة هذه المشكلة. في السنوات الأخيرة لاحظنا في البرنامج الرياضي زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن بالقياس إلى العمر والطول، لهذا بدأت بتطبيق برامج خاصة للأطفال، خاصة نشاطات للقيام بجولات مع الأطفال. شعارنا هو منع زيادة وزن الأطفال، إننا قلقون بشأنهم لأن هذا يعرضهم لمشاكل صحية. لمعالجة هذه المشكلة، مسؤولون في بورتوريكو اقترحوا على أولياء الأمور الذين لديهم أطفال يعانون من السمنة ولم يتمكنوا من فقدان الوزن بعد التعليم، اقترحوا متابعة هؤلاء الأطفال من قبل المعلمين. إن ثبت أن الأمر يتعلق بالإفراط في الطعام، تفرض عليهم غرامة مالية بمبلغ $800. المدرسون يعارضون هذا المشروع. أعارض تغريم أولياء الأمور على الأباء والأمهات والأطفال أن يتعلموا تحسين نظام التغذية وعلى المناهج الدراسية أن تشمل المزيد من الأنشطة الرياضية والصحة والتعليم وتطبق كما هو مخطط لها. مجلس الشيوخ يناقش هذا المشروع الذي يواجه المعارضة. العديد من الأطباء المتخصصين يقولون إن الأطفال الذين يعانون من السمنة ليس بسبب لا مبالاة الوالدين أو سوء المعاملة، بل لأسباب طبية أو وراثية. نحن أطباء الأطفال نعارض هذا المشروع. نعلم أن مشكلة السمنة كبيرة في بورتوريكو ولا بد من التعامل معها. علينا أن نرفع مستوى الوعي وليس عن طريق معاقبة أولياء أمور هؤلاء الأطفال. ينبغي إشراك المعلمين والخدمات الاجتماعية المهنيون الصحيون الذين يكرسون جهودهم لرعاية وتغذية الأطفال، وكذلك أطباء الأطفال في المجتمع. كثير من أولياء الأمور قد يتضررون اقتصادياً، فمعدل البطالة حوالي 15% ومتوسط دخل الأسرة أقل من $20,000 في السنة. غرامة بمبلغ $800 ستضر بهم. الوضع الاقتصادي لا يسمح بهذا، لا نمتلك ما يكفينا لتناول الطعام المغذي في المنزل، لأنه للأسف الخضار والفواكه قابلة للتلف ومكلفة. وضع اقتصادي صعب ونظام غذائي فقير، هل غرامة دسمة ستعمل على حل المشكلة؟ بدانة الأطفال مرئية بالنسبة للمعلمين، بيد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعنف المنزلي. في العديد من الدول ينظر إليه على أنه موضوع عائلي. لنشاهد كيف تعمل إحدى المنظمات غير الحكومية لمعالجة هذه القضية في ألبانيا. في ألبانيا حوالي 3 أطفال من أصل 4 تعرضوا للعنف الجسدي من أحد أفراد الأسرة. السلطات تبلغ في حالات نادرة جدا، لأن العنف المنزلي يعد قضية عائلية في هذا البلد البلقاني. المنظمة غير الحكومية إنقاذ الطفولة تحاول أن تغير هذا من خلال التحدث مع الآباء والأمهات والمعلمين. يجب عدم إثارة المشاجرة، وعلى المعلمين أيضا عدم استخدام الضرب، إنه درس جيد للغاية. هناك الكثير من الأسر التي تعتقد أن تربية الأطفال والقضايا العائلية يجب أن تظل في المنزل، وهذا يجعل من إساءة معاملة الأطفال أمرا غير مرئي. الآن التلاميذ يتحدثون عن مشاكلهم بفضل مبادرة أطلقتها منظمة غير حكومية.
لدينا الكثير من الحالات التي يواجه فيها الأطفال العنف المنزلي من قبل أولياء أمورهم، ضرب الأبناء والإساءة إليهم ظاهرة رهيبة، لأنهم يأتون إلى المدرسة في حالة صدمة وخوف، وهذا يمنعهم من الاستفادة القصوى من التعلم. منظمة إنقاذ الطفولة دربت الآلاف من الآباء والمعلمين على أن العنف المنزلي عامل يؤثر على الجميع. بعد تدريبنا قمنا بتدريب حوالي 200 آخرين. تدريب الآباء والأمهات أمر جيد، لأننا نعرف احتياجات الأطفال ونقول للآباء بعدم اللجوء إلى العنف لأنه يخلف المزيد من العنف. وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة، أكثر من 60% من التلاميذ قالوا إن الآباء أصبحوا أقل عدوانية بعد التدريب. سابقاً في عهدي الشيوعية الأمر كان مختلفاً، كان هناك تعبير شائع مفاده أن الشخص الذي يحبك هو الشخص الذي يضربك. اليوم إننا نعيش في زمن آخر. في رياض الأطفال هذه المنظمة غير الحكومية أدخلت برامج جديدة لإطلاع الأطفال على حقوقهم وبناء الثقة بالنفس حتى في سن مبكرة جداً. بالنسبة للأطفال، ضرب الأب أو الأم للأبناء كان أمراً طبيعياً، كانوا يقولون إنهم كانوا يستحقون هذا. بمرور الزمن أولياء الأمور والأطفال بدأوا يعرفون حقوقهم بشكل أفضل. هذه الأمور لم تعد ضمن الحياة اليومية، لكنني لا أستطيع أن أقول أنها اختفت تماماً. منذ ذلك الحين تم تدريب أكثر من 10,000 طفل على حقوقهم وكيفية الإبلاغ عن العنف. الاعتداء له أشكال كثيرة. الإساءة عبر الإنترنت يمكن أن تكون بلا هواده، بالإضافة إلى أنها غير مرئية من المحيطين بنا. التحدث عنه ولو لشخص واحد مسؤول قد يغير الأمور. ماذا لو كان المعلم الذي يعلمك؟ قبل عام ونصف العام سارة كانت ضحية للاعتداءات عبر الإنترنت لمدة 6 أشهر. الفتاة التي كان عمرها آنذاك 13 عاماً تلقت رسائل مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. كل شيء بدأ بالشتائم مثل أنت عاهرة، وقحة. بعد ذلك خلال ليلة واحدة بين الساعة 2 والرابعة صباحاً تلقيت الكثير من التعليقات المستمرة. كالعديد من الشباب، سارة فتحت حساباً هو أسك، أي اسأل. الرسائل المجهولة أصبحت أكثر عدوانية، بعض منها تشجعها حتى على الانتحار. في أروقة المدرسة أسير محنية الرأس، لا أنظر إلى الآخرين. حاولت عدم الالتفات. في أحد الأيام في درس الدين تحدثنا عن التحرش. المعلمة لاحظت بأنني كنت محرجة. بعد الدرس ذهبت لرؤيتها وتحدثنا عن كل شيء، فنصحتني بأن أتحدث إلى والدتي. سارة تمكنت من إخبار والدتها. أوليفيا بوغارد المتخصص في جرائم الكمبيوتر يقول إن هذه المشكلة تحدث بكثرة في المنزل وفي المدرسة. على المعلمين أن يكونوا المفتاح لحرية التعبير. هناك دورات للمناقشة ويمكن أن تكون مفيدة، إنها تتيح الفرصة لمعالجة هذه المسألة. مثلا، ماذا تفعلون بالحواسيب؟ ماذا تفعلون بهواتفكم الذكية المحددة؟ يمكن أن تبدأ هكذا، لربما إنها ستعطي الفرصة لضحايا التحرش للتحدث عن أشخاص يسخرون منهم ولم يعد بإمكانهم احتمال هذا. في بلجيكا، مدير مركز معلومات الشباب يعمل مع المدرسين للتغلب على هذه المشكلة من خلال نشاطات مسرحية أو مسابقات وألعاب. الهدف من اللعبة هو بدء المناقشة لسماح لمن لا يتكلم بالكلام ورفع الوعي بأن الانترنت أداة مذهلة، ليس هناك شك في هذا، لكن من جهة أخرى يجب استخدامه بعناية. من المهم أن يبدأ النقاش في المدرسة لتثقيف الأطفال والشباب ليتمكنوا من مواجهة هذا النوع من العنف. البرنامج يتعامل الآن مع مبادرة أطلقها مجلس أوروبا، هي كلا لخطاب الكراهية، ويتضمن أفلام فيديو ونشاطات أخرى للتخلص من كل أشكال العنف.
هل سبق وأن تلقيت مساعدة المدرسين للتغلب على مشكلة اجتماعية؟ وكيف؟ شاركونا بأفكاركم على صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.